نحييكم واهلا بكم الى هذه التغطيه الحيه والمباشره لاسواق المال العربيه والعالميه واسعار النفط والمعادن عبر الجزيره مباشر. نبدا معكم باستعراض احدث ارقام اغلاقات بعض البورصات العربيه والخليجيه، ونبدا باسواق الامارات، وهذا سوق ابو ظبي يغلق على انخفاض بنحو 17 نقطه عند 5053 نقطه. المؤشر ينخفض باكثر من 0.3% سوق أبو ظبي إذن يغلق على الانخفاض، وبالعكس سوق دبي المالي يغلق على ارتفاع ب13 نقطة عند 2809 نقاط، ارتفاع بنحو 0.5% تقريبا في سوق دبي المالي عكس ما حدث في سوق أبو ظبي. نتابع كذلك الأسواق التي أغلقت بالفعل، نجد مؤشرات أو سوق الكويت المالي يغلق منخفضا في جميع مؤشراته. مؤشر السوق الأول ينخفض ب42 نقطة عند 6194 نقطة، انخفاض ب17%. كذلك مؤشر السوق الرئيسي ينخفض بثلاث نقاط، انخفاض محدود. وكذلك السوق العام ينخفض بنحو 30 نقطة عند 5689 نقطة، أكثر من 0.5% انخفاض. إذن مؤشرات البورصة الكويتية جميعها تغلق على انخفاض كبير. كذلك نتابع الآن السوق السعودية، وهي تواصل الانخفاض الذي بدأت عليه عند نفس المعدلات تقريبا نحو 100 نقطة، أو الآن عند 85 نقطة انخفاض. المؤشر يراوح مكانه ما بين أو عند 7745 نقطة، انخفاض بأكثر من 21% في السوق السعودية التي تشهد انخفاضات على مدار هذا الأسبوع، استكمالا لانخفاضات كبيرة شهدتها هذه السوق منذ استهداف المنشآت النفطية لأرامكو. نتابع الآن سوق قطر المالي، والذي يستقر قبل الإغلاق بدقائق معدودة على انخفاض بنحو 75 نقطة، وانخفاض بأقل من 1%، ولكن المؤشر عند 10197 نقطة. إذن أغلب الأسواق الخليجية على انخفاض، سوق دبي المالي فقط هو الذي يرتفع، بالإضافة أيضا لسوق عمان وسوق البحرين، ولكن ارتفاعات طفيفة جدا مع تداول محدود حتى الآن. نتابع الآن بعض أسعار الأسهم والعملات. منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961، عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي، والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم، في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
إذا تابعنا الآن إغلاق البورصة القطرية، وكما شهدنا على انخفاض بنحو 74 نقطة. ننتقل الآن إلى خبر آخر. استقر سعر صرف الليرة التركية خلال تعاملات اليوم عقب إعلان مساعد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستعبر الحدود قريبا لتنفيذ عملية عسكرية شمال شرق سوريا. وجرى تداول الليرة قرب مستوى 5.82 ليرة للدولار مقابل إغلاق الثلاثاء البالغ 5.83. وجاء التحسن النسبي في أداء العملة التركية اليوم بالتزامن مع تغريدات إيجابية للرئيس الأمريكي ترامب عن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، محت التأثير السلبي للتغريدات سابقة لترامب بشأن الاقتصاد التركي. نتابع المزيد في هذا العرض. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير الاقتصادي يوسف كاتب أغلو. أهلا وسهلا سيد يوسف. في البداية، ما هي التأثيرات المتوقعة للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا على الاقتصاد التركي وخاصة على الليرة التركية؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية، طبعا هنالك بعض الارتدادات لبعض الإعلان عن عملية عسكرية وقرب تنفيذها وقرب ساعة الصفر ليلة أمس، واللي تأثر الليرة التركية تأثيرا طفيفا. هذه الارتدادات دفعت أن يكون هنالك انخفاض في قيمة الليرة التركية 2% من 5.70 إلى 5.83، ولكن هذه ارتدادات طبيعية لأن السوق المالي في تركيا سوق حر، والتداول بالعملات المحلية والأجنبية يعتمد على العرض والطلب، والتأثر من هكذا أخبار هو تأثر طفيف ومقبول. لا ننسى بأن بريطانيا تأثرت عملتها أو الجنيه الاسترليني الذي هو أقوى من الدولار واليورو عندما تم الإعلان عن الخروج من البريكسيت، وبالتالي نعم هناك بعض التأثيرات. أتوقع أن مع استمرار أو مع الإعلان عن العملية العسكرية لن يكون هنالك تأثير كبير يذكر على الاقتصاد التركي. العرض والطلب على الليرة التركية سيتأرجح ويتذبذب صعودا وهبوطا، ولكن سيبقى يحافظ على الرينج من 5.80 إلى 5.90. هذا هو الرينج المتوقع
للليرة التركية مع مجيء مؤشرات اقتصادية قوية خصوصا في خفض الفائدة وانخفاض التضخم وازدياد الصادرات بنسبة 11.2% للشهر الفائت، وأيضا ارتفاع معدلات السياحة ومعدلات النمو للربع الثالث من هذا العام. طيب سيد أغلو، يعني دائما بشكل مباشر، نعم سيد أغلو، دائما التصريحات الرسمية التركية في أحداث سابقة شهدت انخفاضات كبيرة للليرة، كانت تقول أن الاقتصاد التركي أو انخفاض الليرة في فترات سابقة لا يعكس واقع الاقتصاد التركي، وذلك في ظل أيضا التهديدات سمعناها بالأمس من الرئيس الأمريكي ترامب بضرب الاقتصاد التركي، فما هي الأدوات السياسية التي تستخدم لخفض أو ضرب العملة التركية التي يعني هدد بها ترامب والتي يمكن أن تستخدم واستخدمت سابقا؟ يا سيدي، ترامب بالأمس هو مع كل وقاحة وكل عنجهية اعترف بأنه استهدف الاقتصاد التركي مرات سابقة، يعني هو نحن كما فعلنا من قبل، هو يعترف حق الاعتراف بأنه استهدف الاقتصاد التركي، وهذا اعتراف خطير كما يثبت التهمة على نفسه، وهذا يدل على أن الاقتصاد التركي تم استهدافه في الشهور الفائتة بشكل مباشر من الدول الخارجية كأمريكا، ومع ذلك الاقتصاد التركي ما زال واقفا بقوة. الأدوات التي يتم الإعلان عنها هي إما الإعلان عن عقوبات اقتصادية أو رفع الجمارك على المنتجات التركية التي تدخل إلى أمريكا، ولكن لا ننسى بالمقابل لأن تركيا استخدمت سياسة التعامل بالمثل، عندما تم رفع الجمارك على المنتجات التركية أيضا تركيا رفعت نسبة الجمارك على المنتجات الأمريكية وتحديدا الأجهزة الإلكترونية كأيفون وغيرها، عندما تم فرض تأشيرات على المواطنين الأتراك أيضا تركيا فرضت تأشيرات أو فيزا على المواطنين الأمريكيين، أي عندما قامت أمريكا بإعلان أن هنالك عقوبات على بعض السياسيين الأمريكيين الأتراك أعلنت تركيا عقوبات على بعض السياسيين الأمريكيين، لذلك القضية هنا التأثر سيكون مزدوج، وبالتالي أنا لا أتوقع أن التصريحات الأمريكية ستكون جادة حقيقة في عمل عقوبات مرة أخرى على تركيا، والدليل على ذلك التغريدات التي ما بعد التغريدات التي كانت بالفعل، يعني كان هناك تصريحات لترامب أكد فيها على قوة العلاقة مع تركيا وكشريك اقتصادي وحليف، ولكن يعني هذا بالتأكيد ربما لا يمنع وجود إجراءات حقيقية من جانب الحكومة التركية لحماية اقتصادها وحماية عملتها في ظل يعني ما يسميه البعض حقل الألغام التي تدخله بهذه العملية العسكرية في شمال سوريا، فما هي هذه الإجراءات التحفظية الاقتصادية؟ من أهم هذه الإجراءات، تركيا طبعا هي تقوم بحملة كبيرة من الإجراءات لحماية اقتصادها وحماية عملتها، من أهمها هي دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ما يسمى الـ FDI، والـ FDI الآن وصل أرقام قياسية إلى ما يصل 217 مليار دولار، حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي إلى تركيا، تشجيع الاستثمار داخل تركيا واحد. ثانيا، تركيا تحاول في معاملاتها الخارجية أن تعتمد على الليرة التركية وليس على الدولار، ونجد أنه الأمس تم التوافق على بدء التعاملات التجارية بين تركيا وروسيا بالعملات المحلية كل حسب عملته للتخلص من وطأة أو سيطرة الدولار وتفعيل نظام السواب بين كل من تركيا وروسيا، وهذا أيضا من أهم الإجراءات التي سيتم تعميمها على دول أخرى ليس فقط مع روسيا، ربما نسمع أيضا مع بعض الدول الأخرى التي ترحب بهذا التعامل بالعملات المحلية. الإجراء الثالث وهو إجراء مهم جدا، هو يقوم على أن لا يكون هنالك اعتماد أساسي في إعطاء القروض البنكية بالدولار لمن دخله ليس له علاقة بالدولار في السوق الداخلي التركي، الاعتماد الأساسي على العملات المحلية ودعم الصناعات التركية وتقليل التكلفة ودعم الصادرات، هذا كله يعزز من موقف العملة. ولا ننسى أن الآن تركيا لديها 137 مليار دولار فائض
في البنك المركزي ولديها 575 طن من الذهب كعاشر دولة أكثر احتياطا بالذهب على مستوى العالم. يا سيدي تركيا دولة قوية اقتصادية وهي تزاحم للوصول إلى أن تكون من أقوى 10 دول اقتصادية في عام 2023 وتسعى لذلك من خلال خطة ممنهجة في الأربع سنوات القادمة. واقتصاد تركيا مبني على اقتصاد حقيقي إنتاجي وليس على اقتصاد مالي ورقي. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي يوسف كاتب أغلو، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. إذن مشاهدينا ننتقل إلى التفاعل معكم، وشارك برأيك حول مدى نجاح حراك الشارع في مصر والأردن والعراق في إجبار الحكومات على تقديم تنازلات حقيقية تمس الحياة المعيشية للمواطن. نتابع التعليقات بعد الفاصل. إذن ننتقل إلى التعليقات التي وردتنا حول هذا الموضوع، ونبدأ بتعليق من الشيخ حسن المؤيد يقول: إذا كانت الحكومة في العراق وقوى العملية السياسية يعتقدون أنهم بمزاعم ووعود وأكاذيب يمكنهم محو ما ارتكب من جرائم وحشية واستهتار بالمتظاهرين الذين عبروا عن ضمير الشعب العراقي، فهم واهمون تماما. إن هؤلاء الفاسدين الفاشرين لا يدركون أنهم قد أطلقوا النار على أنفسهم. مهدي الموسوي من العراق كذلك يقول: كل وعود السياسيين الآن في الإصلاح منورة لاستغفال الناس، المطلوب حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. عاطف الإسكندراني من مصر يقول: الشعب غاضب غضبة واحدة لمدة ساعة، رخصت البنزين ربع جنية ورجعت بطاقات التموين الموقوفة وغيرت لغة إعلامي النظام وجعلت مجلس لا مؤاخذة النواب يذكرنا، فما بالك يا مصري لو غضبت بحق اغضب ثور تحرر. عدنان الحمداني يقول: التنازلات دي رشوة ملاليم وشفقة هو لتسويف ومضيعة الوقت، إنها ثورة. طبعا عدنان من مصر أو يتحدث عن مصر. نبيل الشريف من الأردن يقول: الاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين وانتهاء الأزمة وسيعود طلابنا الأعزاء إلى مدارسهم، عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن فلا يوجد غالب ومغلوب، الأردن هو المنتصر الوحيد. أس الأسد من الأردن كذلك يقول: المفروض راتب المعلم يكون من أفضل الرواتب الحكومية. نكتفي بهذا القدر من التعليقات، وبهذا تنتهي هذه التغطية. موعدنا غدا بإذن الله في تغطية جديدة، تابعونا عبر الجزيرة مباشر لتطورات البورصات وأسواق المال العربية والعالمية. فإلى اللقاء.